تنظيما وإشرافا وتحضيرا إن شاء الله وبإذن الله. وبهذه المناسبة أيضا نتقدم بشكر جزيل لاتحاد المنتجين المغاربة وعلى رأسهم الحاج محمد دريد وباقي الأعضاء على المجهودات الجبارة التي تبذل من أجل الناشئة على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء. محمد دريد رئيس اتحاد المنتجين المغاربة ونائب رئيس اتحاد المنتجين العرب ورئيس المهرجان. هذا المهرجان في الدورة ديالو الثانية الحمد لله حقق نتائج متميزة، بحيث المشاركات ضعفت بالنسبة لهذه السنة نسبة للسنة اللي فاز، بحيث توصلنا الحمد لله ب 269 عمل من إبداع 750 طفلة وطفل عربي من جميع أقطار العربية. يعني كاينه 18 دورة عربية اللي شاركت، وعندنا 10 دول اللي عطتنا 24 من الكوادر العربية اللي كوننا منها لجان تحكيم واللي عطتنا هاد النتائج ديال اليوم. شيء متميز هاد السنة هذه هو طلب من الجالية العربية من لندن وطلب الجالية العربية من بروكسل، والجميل هو بلد إفريقي اللي بعث لنا عمل من دكار باش يشارك. يعني بحيث الحمد لله هذا العام المهرجان الدار البيضاء لفنون الطفل العربي بدا كياخذ صبغه دوليه، يعني خدها السنه الاولى صبغه عربيه وهذا العام هذا صبغه دوليه، وكنتمنى ان شاء الله يكون احسن واجمل. والجميل هو ان شرفونا فنانين ممثلين ورجال اعلام كبار من الثقافه وعالم الفكر وعالم البحث العلمي اللي بهم عمرنا واشتغلنا في الموائد المستديرة لمدة 3 أيام. إلى معزز ممثلة، وأنا بدا عجبتني هذه البادرة ديال مهرجان الدار البيضاء لفنون الطفل العربي. كيف كنعرفوا هذا المهرجان كان في القاهرة أصلا، وزوين انه يتنظم في بلادنا وان بلادنا تختار من ضمن 18 دوله عربيه انه يتنظم فيها. هذا شيء زوين وكتخلي فرصه للاطفال المغاربه او جمهور الطفل المغربي يحتك بالتجارب الفنيه العربيه الاخرى، سواء في حيت هو ماشي مهرجان فقط ديال المسرح وانما ديال المسرح ديال الموسيقى ديال التشكيل ديال مجموعه من الفنون. وهذه بادره طيبه. الجديد ما عنديش الحق نهضر فيه، تجي وقتها. اول حاجه تريا دازت مهم علينا. اخر عمل خدمته مؤخرا هو كور ميتراج سميتو لا بيل اي لا بيت مع المخرج الشاب يوسف داني. كان السيناريو ديال مارتو سيناريست فاتن يوسفي، واللي كان عندي الشرف اني نوقف مع مجموعه من الشباب والممثلين زوينين كزبير هلال ندى الهداوي والصديق مكوار. كانت تجربه زوينه. وشنو الدور اللي كتمني انك ديريه مستقبلا؟ كل دور باقي ما عملتوش وهذا يعطيني اضافه كنتمنى نديرو. وشنو تبغي تقولي لهاد الاطفال اللي اليوم في هذا المهرجان يشاركوا بالنسبه للناس ديال المسرح؟ اول حاجه انا فخوره جدا بالكم الجوائز اللي تحصدت باسم المغرب، تبارك الله عليهم، برافو للمغاربه والمغربيات اللي قدروا انهم يبصموا اسمهم ويبصموا اللون الاحمر واللون الاخضر كرايه مغربيه في هذا الكومبيتيسيون هذا. وانا كان عندي الشرف اني باش نتواجد معهم، وان شاء الله الاطفال ديال اليوم اللي شفنا دابا غادي يكونوا فنانين المستقبل ان شاء الله. ساره بوعبيد ممثله من مدينه الدار البيضاء. كاي ممثله قريت المسرح تكونت عن طريق الكونسيرفاتوار ديال كازا، وانا سعيده بزاف حيت جيت لحضرت لهذا المهرجان. وزعما كنشجع بحال المبادرات اللي تيكونوا كيشجعوا الاطفال من الصغر اللي عندهم مواهب واللي عندهم حب لهذا الميدان، فزعما انا جيت سعيده بالحضور ديالي هنا. ساره ممكن تكلمي لنا على السلسله الاخيره اللي مثلتي فيها؟ مؤخرا دابا مازال كتبت على القناه الثانيه كاينه سلسله زطاط اللي اشتغلت فيها مع ديسكونيكتد،
مدير الانتاج كان خالد النقري، والسلسله مازال ما سالاتش، يعني مازال غنخلي الناس هما يحكموا على التجربه ديالي فيها ان شاء الله. وكاين شي جديده ساره؟ طبيعه الحال كاين مسلسل جوديه اللي غيكون في قريب ان شاء الله على القناه الاولى، وصافي وكاين مجموعه من الاعمال اللي مازال ما بديتش التورناج ديالهم، ان شاء الله قريب نبدا. وشنو تبغي تقولي للجمهور ديالك اللي كيتابعك على قناه السفير 24؟ نبغي نقول لهم شكرا لهم على التتبع ديالهم، وكنتمنى نكون ديما عند حسن الظن ديالهم.